شو بدي أقلك؟ أنا حلم حياتي يصير معي دكتوراه بالهندسة، استلم أكبر مشاريع وانشهر بين الشركات الكبيرة. هيدا هو هدفي وعم بسعى أحصل عليه. ما تبخعيني يا مروة، ساعديني حقق يلي ببالي. شو ها؟ هذا رد المصنع المصنع لمواد المعمل استاذ. طيب خليه عندي لأدرسه. حاضر. خلي عمار يعمل لك فنجان قهوة. عمار ما مهم، بتحب اعمل لك انا؟ يا عيب شو منك؟ لا استاذ، ولو انا بعمل لك قهوة. بتعرفي؟ طبعا استاذ. طيب نشربها. من عيوني استاذ. درجة انا جذاب. طولك وعرضك وما معك مصاري كفيك لتسافر. لا كمان بدك تتجوز وتعمل عيلة وتجيب ولاد وتشتري بيت وتعلم ولادك. كل هالشي لازم الرجال يجيبه. ليش؟ لأنه هو اسمه رجال. معناها لساته حاطط فكرة السفر بباله. مو بس هيك، قال بده ياني استنى لي يخلص دراسته. بس 5 سنين ما نون قلال. بعرف كتار يعني مو قلال. لازم نشغله راسه عن السفر. اعطيني شي طريقة، اذا عندك شي طريقة قليلي اياها بسرعة. بتعرفي لازم يشتغل. الواحد وقت بيشتغل ما عاد بيلاقي وقت ابدا يفكر باي شي. بس معن مو هيك، ما بظن يعني. بعدين دخيلك شو بده يشتغل؟ بيشتغل عن جوزي. بشو؟ منلاقي له اي شغله يا اختي. على سيره جوزي، صالحتي انت وياه امبارح؟ فرحتيني. يا صفاء، انا ما بدي موظفين، ما عندي شاغر، عندي كفايه. انا شغلي ما بيتطلب مهندس معماري يا حبيبتي. طيب أنا معك، أنا معك. إذا هو بده يسافر، يعني أنا شو فيني ساعده؟ خليه سافر، خليه يشوف أوروبا قديش حلوة. طيب مثل ما بدك. خلص رح شوف لك أصدقائي أصحاب المعامل، بلكي يعني بقدر ساعده. تكرم عينك، الله معك، الله معك. باي حبيبي. ما رضى مو هيك؟ يعني شي طبيعي ما يرضى، لأنه جوزي ما بيحتاج هيك اختصاص بشغله. خلص معناته رح يسافر ويتركني. طب سافري ما. هلا فكرتك حلوة، بس مصاريف السفر أكل وشرب ودراسته، يعني هو مو ملاقي مين يصرف عليه. طب أنت شو عندك أملاك؟ بتعرفي شو عندي؟ هالبيت اللي ساكنة فيه والمحل اللي عم بعيش منه. طب ليكي، بيع المحل وبحقه، احملوا حالكم وسافروا، ما بتحتاجوا ولا ليرة من أي حدا. بيع المحل. سلو سلو. وك يا أهلا وسهلا. أهلا. أوه هاي. يا صفصف يا دلع، يا تقول لنا تغيرت علي. شوفي يا مرت عديلي، نحن اليوم قررنا أنا وحبيبة قلبي نروح لعند شريف. بكون تخلصوا القصة تبعكم؟ ايه. لا مو ايه. لك نحن رايحين على الحميدية نشتري شوية اغراض هدايا لابو وامه لفريد. ايه، وبدنا ناكل شطي مطي. ايه، وبعدين بدنا نروح لعند شريف نتغدى عنده.
أنا ما نكون جايين على الغداء. بصراحة 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 لا. يلا بتكون شي؟ لا يا روحي انتبهوا على حالكم. أوكي. ديا خلينا نفوت نرتب أمورنا بعدين نروح. وافقت. تفضلي. تفضل. ليك ليك شو اللي معك أبائيب تعرفها؟ أبائيب وشحاطات وصنادين كله 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 على يا وجني. شو هاد؟ نزعلي شعراتي ما؟ مالي مالي تحملي وهو هيك عرفتك كثير مهضوم جوز أختي. نهرب سوا؟ قصدك نهرب من وش مرتك؟ لا هي الحقيقة. ايه لا تزبط لي شي، ريح لي حالك. شوف شريف من الأخير السفر مالي مسافرة معك. يلا الله معك باي. توقفشيني خليهم نايمين عندك. ايه خلص بس هالليلة. معلش خلي اختي تحكي بموضوعها مع شريف معلش. طيب اوكي توقفشيني. يلا ماشي حبيبتي ما رح انسى عليك هالمعروف باي. شو صفاء خير شو مون؟ ولا شي مزعوجة منهم. المهم كمل لي شو كنت عم تحكي. كنت عم اقول اني اليوم انا قطعت تذكرة الطيران. نعم بدك تسافر وليش بقى؟ عندي كم عقد بدي وقعهم مع الشركات اللي بتعامل معهم وبدي اقعد فترة هيك سياحة يعني. وقدي بدك تغيب؟ يعني شي 5 شهور بس ماني رايح لحالي رح اخدك معي. انا ما بدي سافر. وليش بقى؟ انا ما بقدر اغيب عن الشام كل هالفترة هي والله بطق. اسمعوا على هالسمعة حدا بيصح له سفرة وبيقول لا؟ ليك حبيبي انا اهلي تركتهم واجيت عشت هون مشان ما اعيش باوروبا لانه هن ما بدهم اساسا يرجعوا لهون. ايه مو على كيفك بدك تسافري معي يعني بدك تسافري معي. يي قلت لك ما بدي سافر يعني ما بدي سافر وبعدين ليش بدك تغيب 5 شهور وتعال هون ما تخلص شغلك مع الشركات وترجع. لا يا ستي هيك انا بدي شم هوا ما لك عندي بدي غير جو بدي ارتاح من الضغوطات. يا سيدي ما اختلفنا حسافر معك اسبوع واثنين وثلاثه وشهر بس ما منطول. ولا قلك ما بدي سافر. تصطف لي يا أساسا إذا بروح لحالي باخد راحتي أكتر على راحتك. آه بالله هيك؟ أنت هيك بدك؟ أي أنا هيك بدي. تصطف لي مثل ما بدك بروح لحالي بنبسط وأنت خليكي هون عن إذنك. Thank you.
ستي جدي شلونك ولا؟ اهلين يا اهلين وسهلين. انتو مستغربين جيتنا لعندكم بهيك وقت مو هيك ستي؟ لا لا ستي ابدا بتشرفونا باي وقت. اهلين فيكي. اهلين تقبريني. شو صهري؟ شايف ما حكيت؟ شو بدك يعني احكي عمي؟ يعني حاسس زيارتنا مو عاجبتك. لا اعوذ بالله. يا اهلا وسهلا فيكم شرفتوا ونورتوا. عيونك هيك عم يحكوا. ليش شبون عيوني؟ عيونك عم يغزلوا غزل حبيبي. اسلمي. شو جدي؟ شايفتيني جاي عبنكت انا؟ ليش خير جدي؟ في شي عملنا شي نحن لا سمح الله؟ ما عيشتك انت وجوزك كلها غلط بغلط. ليش عمي شو في؟ اسكت انت انا ما عم بحكي معك. عم بحكي مع بنت ابني. يعني انا اسكت؟ ايه بيكون احسن. خير جدي ليش جاي معصب؟ معصب؟ معصب من هالجوازة الجواسية وعلى العيشة العايشتية انت وهالطرزان هذا. الشبه هاي شتنا عمي؟ انا ما عم بحكي معك سهرنا، عم بحكي مع صبا. ولا انت ما بتعرف شغل الرجال؟ فاهمك عليه ولا ما بتعرفه؟ يعني شلون بيكون شغل الرجال؟ مسبحة وعصاية، عندي خمسة جوا بالخزانة. اسمعوا خليني كمل كلامي مع بنت ابني. حاضر عمي، حاضر. اسمع حبيبي. اسمع حبيبي؟ لك ايه ما بقى في حياة عند الناس؟ هيك عم تحاكي قدامنا؟ ليه ستي انا بشو غلطت؟ يو عم تغازلي جوزك قدامنا؟ هي صارت اسمها قلة الترباية، يا حوينت الترباية فيكي. يعني ستي شو الغلط بالموضوع؟ ممدوح جوزي وشريك حياتي. وانت كمان حبيبتي وشريكة حياتي. خلاص ولا؟ خلاص تضرب انت وياها على هيك ترباية، يا عيب الشوم عليكي، تفيح عليكي على هالترباية. إذا قلت لك إني بحبها لمرتي بشو بكون غلطان؟ غلطت كثير. ما في رجال معدل بيحكي هيك مع مرته، ليك؟ لكن شلون بتحكي عمي؟ ليك على الحكي قلبي لي شلون بدنا نحكي؟ ما بتحكي هيك قدام الخلق، ما بتفرجي العالم إنك أنت عم تدلع مرتك قدام الزلم. يا عيب الشوم تفيح. صفاء لك لسه بيقول لي يا عيب الشوم؟ فهمية لصفاء ليش اجينا لهون؟ فهمية أنا مهول خيرات الله منا ومن هذا الصغير اللي جوزته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا ستي أنا زعلانة منك كتير كتير. ليش زعلانة مني يا ستي؟ أمي ستي أمي لأحكي أنا وياكي بالأوضة، شنو ما بدنا حدا يسمعنا. حدا مثل مين يعني؟ ما في حدا غريب. تيبي حالك ولا؟ تيبي حالك. أمي ستي شنو أنا مستعجلة كتير وبدي أرجع على بيتي. أمرك يا ستي. بعد إذنك ابن عمي. قومي روحي قومي. ايوه هلا انت سهرنا؟ اي انا سهرك. ايه تشرفنا والله. تشرفنا فيك عمي. استغفر الله العظيم. هلا انا هيك علمتك وربيتك يا ستي؟ انا هيك قلت لك شلون تعيشي؟ ليش انا بشو غلطانه يا ستي؟ لك يا ستي أنا قلت لك أول رجال بيجي بتقومي بتقبلي فيه. ليش شبه ممدوح ستي؟ شبه ممدوح ستي؟ هلأ ممدوح رجال تقبشيني؟ ليش ممدوح ماله رجال؟ لأ ماله رجال مثل جدك يلي ربي يخلي لي إياه على هالرجولية اللي عنده. والله ما تعرفي أختي من متجوزة لتجيكي النقطة والسكتة القلبية. ولي على قامتي شو عم تبربري لحالك؟ ولا شي عم قول جوزي ممدوح شبه والله ما في منه. شنو لا إله كلمة قدام الناس ولا إله شخصية؟ إيشو هالحكي؟ هلأ أنا هيك قلت لك تنقي جوزك يا ستي. ستي؟ أنا حبيته وهو حبني وتجوزنا. يو لسه بتقلي أنا حبيته وهو حبني؟ لك إيه أنا عشت مع جدك كل هذا العمر وما طلعت من تمي هي الكلمة. ليش بقى؟ شنو يا ستي عيب الوحدة تقول لجوزة بحبك. ليش شوفي يا ستي؟ بتقله أمرك على راسي يا تاج راسي وهو لحاله بيفهم إنه هي بتحبه. هيك قله؟ ايه هيك قولي له وما بقى بدي اسمع من تمك هاي الكلمة بنو وإلا بزعل منك. ها؟ لا ستي كل شيء إلا زعلك. ايها دخيل عينك هلأ بلشتي تفهمي علي يا روح ستك انتي. نحن وقت ما كنا نمشي بين الناس كنا نرفع راسنا بالطربوش لفوق مو نمشي مثل حضرتك حاطين راسنا بالارض مثل الخروف الجوعان. انا مثل الخروف الجوعان غلطان عمي؟ هذا الكلام غلط مو مزبوط مو مزبوط بنوب. شو ما عجبك شايف؟
انا ما قلت ما عجبني، بس انا لا لي لا خروف ولا هذا الزمن مو لنا. طبعا عمي زمانكم غير زماننا، انتم بزمانكم بتحطوا طربوش بتلبسوا شروال، نحن لا. يعني ما بدك تسمع مني؟ بسمع منك لما كلامك بيقنعني عمي. اسمع لك اسمع. عم اسمعك عمي. الرجال وقت ما بيحكي كلام صغير كل الناس بتسمعه، بتعرف ليش؟ ليش؟ لأنه طالع من تم رجال. شو قصدك عمي؟ يعني أنا ماني رجال؟ مو كتير. طب أنا ممكن أعرف شو عامل حتى جاي عم تبهدلني يا عمي؟ أنت عامل كتير، كتير عامل. شو عامل عمي؟ لك شلون بدك تسافر وتترك حرمتك لحالها؟ شلون؟ والله قلت لها امشي سافري معي ما رضيت. لك على الحكي، ما تاخذها غصبا عنا. شو بعرفني هي حرة؟ أنا قلت لها سافري معي هي ما عم تقبل، شو إجبرها يعني؟ شفت شلون مانك رجال؟ شلون يعني ماني رجال؟ وقت الحرمة ما بتسمع كلام جوزها بيكون مانو رجال. يعني برأيك كيف بتكون الرجولة يا عمي؟ أنا صفية بتسترجي تقول لا بوشي؟ شو بتعمل معاها عمي؟ لك أنا بمحية محي، بمحية محي. إيه لا. شو لا؟ ليش على كيف هالشغلة؟ لك أنا على كيف مين عمي؟ على كيف الرجال اللي مثلي؟ حماك. فهمت؟ اي والله والله بغضب عليكي إذا ما بتطلعي هلأ لبرا وبتطلبي الطلاق منه. بس هذا جوزي يا ستي، ما بدي طلقه. لك ايه تضربي على هالجوز اللي أخدتي؟ شوفي جدك أكرم مثلاً، لك يقبر قلبي قبر على هالشبوبية اللي ناتعة. اي ولا مية رجال بعبي راسي بداله. بس ما بدي طلقه ستي. اي بدك تطلقيه غصب من عنك، فهمتي؟ لك أي شوف صهري، أنا شكلين ما بحكي، يا أما بصير رجال وبني آدم، يا أما بترجع هالبنت وبتفرقنا بريحة مي. كيف يعني أفرقكم بريحة طيبة عمي؟ يعني بتطلقها للبنت. شو طلقها ما طلقها؟ هيك شغلة سهلة يعني؟ شو ما عجبك هذا الكلام؟ إيه سهلة. لا ما حكيت هيك، أنا ما قلت ما عجبني كلامك، بس ما اقتنعت فيه عمي، ما اقتنعت. بدك تطلقها ورجلك فوق راسك ولا؟ اسمح لي اقول لك مو على كيفك عمي. بدك تطلقها اعملها. عمي انا مالي صغير، قد الشنطير انا. لا صغير وبدك تطلقها. تعال اقول لك خصوص. يا باطل يا زمن. شو بو هاد الولد؟ ما عم بيسمع كلامي. لك ما عم بيسمع كلام الاكبر منه. ربيته بهالراس. أنا فرجيه. يعني جدك وستك جايين لعندي لهون على البيت بس مشان يقولوا لي إنه أنا ماني رجال وباب مشي كلمتي عليكي؟ جدي وستي بيغاروا على أصالتهم ممدوح. روحي عنا أنت والأصالة، صارت شغلة قديمة كتير، كلها تفاهات وسخافات. جدي بيحب الرجولة ممدوح. شو الرجولة؟ أني أفرض كلمتي عليكي بشغلة أنت مانك مقتنعة فيها؟ ممدوح لا تحكي على جدي. هلا أنا بفهم منك إنه ستك قنعتك، بدك يعني مثل ما بدها ستك، فاهميني شو؟ ليك حبيبي لا تحكي على ستي ولا كلمة. لك روحي يا ستك وحدة بخرفة وجدك بخرف كمان. ممدوح لا تحكي على ستي وجدي ولا بوافقها. على شو بدك توافقي؟ طلقني. شو؟ طلقني. انت شو عم تحكي؟ ممدوح طلقني وخلصنا. لا انت اكيد خرفتي، اكيد جنيتي. ها يا جدي نحن هيك ربيناكي وهيك بدنا اياكي تكوني. قومي ستي، قومي ضب اغراضك يلا. امرك ستي، بس انا ما بدي ولا غرض من عنده. لا ايو ضبيهم كلهم لانه ما بقى لك، رجع لعنده بنوب. ما بدي شيء من عنده. لك يا ستي ليش لا تخليهم عنده؟ بكره بيحن قلبك وبترجعي له مثل المشرشحه. ونحن ما بدنا اياكي ترجع لعنده بنوب. امرك جدي، وانا ما عاد بدي اياه بنوب. يلا قومي، الله يرضى عليك. قومي قومي ضبي اغراضك مشان تيسري معنا. قومي. حاضر. والله وعرفتي تربي لك صفية. تقبرني على تربايتك إلي ابن عمي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليكم يا رب. علل لي قلبي. صفا خلص يعني بدك تتركيني؟ والله وقت بدك يعني بتلاقيني عند ستي وجدي. بس يا صفا أنا كتير بحبك، ما فيني أعيش بدونك. لما بتصير مثل ما بده جدي ابقى تعاخدني. خلص نسيتي الايام الحلوه اللي بيني وبينك؟
نسيتي الحب اللي انا بحبك اياه؟ حبيبي ما نسيت شيء، بس انت بدك تضل على عقلك الاعوج. كيف يعني؟ لك اف، من وقت ما تجوزتك قالت لي ستي مشيه مثل ما بدك، ابدا انت ما بدك تمشي مثل ما بدها ستي. صار اعطينا بستك وجدك وعيلتك، خلص بقى. ممدوح انت بدك تضل على عقلك العواج. كيف يعني؟ يعني الشغله حبيبي مو شغله سفر، الشغله شغله اصاله وشغله تربايه انا تربيت عليها وكل عيلتي تربيت عليها. يعني انا ماني متربي على الاصاله يا صفاء؟ لا الله يسامحك. بخاطرك. يلا ستي امشي. صفاء قومي قومي. صفاء يا صفاء. لك خلص اسكت. لك يا صفاء وين رايحه وتركتيني؟ خليكي هون. لك عود يا صفاء. صفاء صفاء. لك وين راحت يا صفاء؟ صفاء 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 صفاء. لا تتركيني صفاء. صفاء صفاء. شو بك؟ بسم الله شو صار له؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في شيء حبيبتي، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. فكوني فكوني. رح منفكك لما بتسمع كلامي الاكبر منك وبتنفذها. بس انا ما اقتنعت بهذا الحكي. لو مقتنع فيه بساوي فكوني. لانه راسك يابس، نسيت اصلك ونسيت بلدك. لك تضرب بهالراس. بس انا ما نسيته، ما نسيت شيء من هاد. رح تنساه لما تعمل اللي براسك. صفاء انت ضلي معي مو؟ لا انا رايحه مع جدي وستي. صفاء ان شاء الله خليكي معي. رح اتركك. رح تتركك فهمتوا؟ لا يلا قوموا. امشي ستي. اوكي امشي معنا. صفاء خلصنا بقى. صفاء اضرب الراس. صفاء خليكي معي. صفاء ساعديني. صفاء صفاء فكوني فكوني. حبيبي ما قلت لي امبارح شو شفت بمنامك لحتى فقت مزعوج؟ بتعرفي صفاء انا ما عزالك ابدا ورح رد عليكي بكل شيء بدك اياه. شلون هي بقى؟ شلون؟ يعني انا ما عسافر اكثر من 10 ايام. هي بلدي
انا ربيت فيها ورح موت فيها. يا شاء الله بتقبشني مرتفع حرارتك، لا غيرت رايك؟ لا حبيبتي، بس فكرت بالموضوع، قلت لحالي ليش لحتى سافر 5 شهور منشان شميت هوا؟ وعنا هون بالبلد كل مكان احلى من الثاني. هلا ممدوح بذمتك، احكي لي شو شفت امبارح بمنامك؟ بصراحة شفت ستك وجدك وبدهن. شو بدهن؟ ما في شيء، اجوا وصوني مشان ما ازعلك كرمال هذا عديلي الاهبل. اه والله هيك؟ ايه، وشفت كمان ستك قديش حلوة وملكة جمال، وشفت جدك قديش قبضاي ومعدل. ولي على قامتي. بدك شي صفاء؟ انا بدي روح. خاطرك. باي حبيبي. هلا عم يقول شافكم بالمنام جن الصبي.